الفشل الأمريكي في التعامل مع الأزمة السورية عنوان عريض رافق الكثير من التصريحات الأمريكية والدولية مؤخرا، آخرها ما جاء به السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد الذي دعا الإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بواقعية مع الملف السوري في المرحلة المقبلة، مطالبا واشنطن بالاعتراف بفشل سياستها تجاه سوريا والإقرار بأنه لا يمكنها بناء دولة هنا. فورد وفي تقرير نشرته مجلة فورن أفيرز ذهب أبعد في وصف الحالة السورية قائلا إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول استخدام القوة العسكرية والضغوط المالية من أجل إجبار النظام السوري على القبول بالإصلاحات الدستورية ومنطقة الحكم الذاتي للأكراد، لكن ذلك لم ينجح ولم تحقق واشنطن الإصلاحات السياسية في دمشق ولم تستعد الاستقرار في هذا البلد. من ناحية أخرى، تطورت المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى شبه دولة، ترافق ذلك مع استياء المكونات العربية في المنطقة من هذا التطور وسيطرة هذه القوات على موارد النفط، ما أثار توترات عرقية وعشائرية عززتها هجمات قوات سوريا الديمقراطية على قرى عربية. من جانب آخر، رأى فورد أنه إذا كان الهدف من دعم قوات سوريا الديمقراطية منع تنظيم داعش من إعادة جمع نفسه لاستخدام الأراضي السورية كمنطلق لهجمات في أماكن أخرى، فعندها لن يوفر التخفيف من الوجود العسكري الأمريكي في الشرق السوري حلاً للمشكلة. وفي حال اختارت روسيا وتركيا وقوات النظام زيادة ضغوطها على القوات الأمريكية أو شبه الدولة الكردية، فستضطر واشنطن إلى جلب المزيد من الموارد لمواجهة المشكلة. واعتبر فورد في نهاية التقرير أن الولايات المتحدة لا تدين للمقاتلين الأكراد في الحرب ضد تنظيم داعش بمظلة عسكرية دائمة ونفقات مالية، لافتا إلى أن المصلحة القومية لأمريكا تتمثل في احتواء ما سماها بالتهديدات الإرهابية وليس بضمان شكل الحكومة شرقي سوريا.